هل هناك أخبار عن مفاوضات من أندية أسبانية مع نجمنا محمد صلاح؟ وأيهما تفضل بالنسبة لمحمد صلاح، برشلونة ولا ريال مدريد؟ كلها إشاعات نسمعها، وطبعا هناك تكتم شديد للخبر الحقيقي، ولكن كما تقولون في مصر يا خبر النهاردة بفلوس بكرة ببلاش. لكن دعني أقول أنه أيضا لاعب رائع، وأينما يلعب سيكون بالفعل كأسا تضاف للفريق. وطبعا أنا عاشرت كثير من لاعبين برشلونة وريال مدريد، ولا شك أن الأسبان متشوقون لاستقبال محمد صلاح ضمن خطوط الفريق، ولكن هو فعلا لاعب مميز جدا. وتذكروا الأيام التي لعب فيها صلاح مع تشيلسي، لقد خلق فرص جميلة للعب، رغم أن كانت هناك بعض الهزائم، ولكن إني أرى محمد صلاح أينما كان باعتباره نجم حقيقي، رجل يتميز بالصبر والمثابرة. أيهما يفضل، برشلونة أم ريال مدريد؟